السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستكمل بلشنا فيه في المحاضرات الماضية، وصلنا عند حساب خرسانة وحديد الجدران. تمام، جدران وين بتكون محمولة؟ جدران بتكون محمولة على continuous footing. بالفيديوهات اللي قبل حسبنا حديد وخرسانة ال continuous footing. بنتذكر مخطط الأساسات تاعي كان عبارة عن عندي سكشن A11 وعندي سكشن عبارة عن 22، تمام، وعندي سكشن عبارة عن 33 اللي هو المصعد او البيت الدرج. فراح احسب هسه خرسانه وحديد الجدران اللي الكونتينوس فودك حاملها. تمام، طيب هسه قبل ما اقول لك القصه كلها، خلينا نتخيل بس كيف بالشكل الجدار. هسه عندي عندها الكونتينوس فوتنج مستمر، فالجدار كيف راح يكون؟ الجدار راح يكون مستمر، يعني مش بس واقف لهون، يعني الجدار بضل بكمل معك للاخير. اوكي تمام، لحد لعند الكونتينوس فوت بضل بكمل معك. اوكي تمام، طيب هسه الفكره انا بدي احسب خرسانه هذا الجزء اللي هو الجدار. بالنظر كيف تحسب خرسانة؟ تقول خرسانة متر مكعب. شنو متر مكعب؟ يعني بعد ببعد ببعد، صح ولا لا؟ فيش غير هدول الثلاثة أبعاد اللي عندي اللي قدامك، هاي بعد وهي بعد وهي بعد. طيب ايش هم الثلاثة أبعاد؟ تقول لي هذا البعد مبين ارتفاع، تمام، بقدر أجيبه، أتوقع إني بقدر أجيبه. تمام، عندي هذا البعد عبارة عن ايش؟ طول. طب طول الجدار اللي على الكونتينيوس فوتنج هو نفسه طول الكونتينيوس فوتنج اللي أنت حسبته بالفيديوهات اللي قبل، اللي هو أخذنا بتتذكر وينه؟ اذا بتتذكر يا سيد العزيز، هيو هات اللي هو حسبنا من برا ومن جوا، جبنا طول الكونتينوس فوتين كامل هو نفس طول الجدار. اوكي طيب، هسه ضل عندي جزء واحد، ايش هو اللي هو هذا الجزء؟ هذا الجزء عباره عن ايش؟ عباره عن السمك. معناها الطول بالارتفاع بالسمك، هي متر بمتر بمتر، هي جبت متر مكعب، وصلت متر مكعب معناها حجم، هذا هو حجم الخرسانه. تمام، طب نشوف ايش في عندي من هذول الاشياء بالمخطط تاعي. بتقول لي يا سيد العزيز نبلش مثلا ب، طبعا هاي الفيديوهات انا هالفيديو تطلع هاي الساعة عبارة عن 11:32، ساعتي مأخرة ساعة. تمام، ان شاء الله راح احاول هون لساعتين يعني اني اخلص كل اللي علي. تمام، عشان صدقا 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 يعني بلشت افقد السيطرة على الفصل او فقدته تماما يعني. اوكي، مش من باب انه الزلمة ثقيل ونزل فيديوهات واسعاره بلش يتقل علي، انا لا والله، بس صدقا اني يعني دائما بفقد السيطرة بعد الفيرست، هالمرة فقدته في اول اسبوع. اوكي، فعشان هيك راح احاول اشرح الكونسبت الاساسي وانت الله بعينك تكمل. انا بديش اقطعك واوقف فيديوهات، بس بدي اشرح لك هسه الكونسبت الاساسي. لان 1 1 راح احسب كل اشياء 1 1 وانت بتكمل على ال 2 2 وبتكمل على ال 3 3 والقصص هاي. اوكي طيب، نرجع لموضوعنا يا سيدي العزيز. عندي هذا هو الجدار اللي هو عباره عن ال 1 1. اوكي طيب، هسه ايش بدي احسب له؟ بدي احسب له خرسانته. بتروح لي على سكشن ال 1 1. وين سكشن ال 1 1؟ هاي سكشن 1 1، مكتوب عليه 1 1. تمام، هسا قلنا الكمية ايش تساوي؟ تساوي طول. الطول انا حاسبه، لو نرجع على الحصر، هاي عندي طول 1 1 انا حاسبه 39 متر. اوكي طب السمك من وين اجيب؟ وين جاب ال 0.3 هاي؟ يا سيدي العزيز ال 0.3 عبارة عن السمك بالرسمة تاعتي اللي هي هاي المنطقة. تمام، معناها بالسكشن وين بدها تكون؟ بتكون هاي المنطقة، وبكون معطيك الدايمنشن تاعها، شايف هيها؟ هيها المنطقة هاي اللي هي عبارة عن 30 سنتي. تمام، هي هي السمك. طب ايش بصفي لي؟ بس بصفي لي بس الارتفاع، يعني زيه زي العمدان. طيب نتفق على شغله، هسه عندي الجدار. تمام، من وين بيطلع؟ بيطلع من ظهر الاساس لحد فوق زيه زي العمود لحد بطن العقده. تمام، بكون في عند تشريكه. اصلا احكي لك عن قصه تشريك العمود، تفكرش اني نسيها. تمام، بيطلع من ظهر الاساس، تمام، لحد فوق اللي هو لحد العقده، لحد بطن العقده، وفي له تشريكه جوا العقده. اوكي طيب، هسه كيف بدي اعرف ارتفاع جدار؟ هسه انا قلت لك الطول حاسبه 39 متر، السمك عباره عن 30 سم، ايش بصفي؟ بصفي الارتفاع. كيف بدي اعرف الارتفاع؟ بقول لك يا سيدي العزيز بينتر، بقول لك يا سيدي العزيز روح خطط الاساسات 1 1. بايش مهشر لي اياه 1 1؟ مهشر لي اياه عباره عن سوليد اللي هي عباره عن خرسانه مسلحه. هذا هو تهشير الخرسانة المسلحة. اوكي طيب، هسا بدي اشوف هذا يعني الاساس الجدار 1 1 من وين طالع؟ بيقول طالع من الاساسات. بقول لك يخلف عليك. طيب نروح نكمل معي، لو نروح على عقدة طابق التسوية بشوف هل 1 1 مكمل للتسوية. بتقول لي اه والله هي 1 1 مكمل. لوين؟ مكمل للتسوية. اوكي معناها تمام. طب بدي اروح على هي العقدة، شو اسمها العقدة هاي؟ هي تسليح صخف المتكرر اللي هي اول ارضي، ارضي اول. اوكي بشوف هل 1 1 مكمل؟ تقول لي لا 1 1 بطل مبين عندي. طلع هون 1 1 مبين بالتسويه، 1 1 مبين بالاساسات، بس لما نروح على الارضي اول 1 1 مش مبين. شو معناها؟ معناها 1 1 بضل مستمر لحد عقده التسويه، بعد التسويه بيطلعش معك الجدار. تمام؟ اوكي؟ تمام؟ طيب، هسه كيف بدي احسب ارتفاعه؟ بتقول لي ارتفاعه كالتالي. اول شيء ايش الاساس الطالع منه 1 1؟ الاساس الطالع منه 1 1 ارتفاعه عباره عن 40 سم، هسه زي ما سوينا بالعمود، ايش نسوي؟ نفس ما سوينا بالعمود.
بتقول لي عندي منسوب التأسيس سعره 3.3 مضافي 10 سنتي، الأساس اللي طالع منه 1.1 40 سنتي. 1.1 راح يطلع، راح يطلع له التسوية، كم منسوب عقدة التسوية؟ تمام، لو نرجع راح يكون منسوبها مترو 40. حافظه حفظ ترى، وينه مترو 40؟ صح، هاي عقدة التسوية منسوبها مترو 40. تمام، معناها نرجع هون، هاي مترو 40، بدي انزل العقدة اللي هي 25 سنتي. ده انت شايف الموضوع سريع، ارجع لفيديو الاعمدة. تمام، بديش افصل التفصيلات، حكيناها بالقبل. ارجع انزل 40، انزل اللي هي 25 سم عقده، وانزل 15 سم مونه وبلاط وقصاره وكل القصه هاي، راح تنزل 40 سم. انا عقدتي انا عارف نزولتها 40 سم من فيديو الاعمده، اوكي؟ معناها متر 40، وانت وين راح تنزل 40 سم، وين توصل؟ المتر. الفرق بين المتر والمترين و80، تمام، او هي 270، انا اسف، هي 270 مش 280، اوكي؟ مش بناتنا ال 10 سم، تمام؟ سالب 270 مش بناتنا، اوكي؟ طيب هسه يا سيدي العزيز تحملني، اوكي، 270، الفرق بين المتر وال270 كم؟ 3 متر و70، يعني ارتفاع الجدار عباره عن كم؟ 3 متر و70. فايش بتلاقيني احكي لك انا؟ احكي لك سيدي العزيز الارتفاع عباره عن 3 متر و70، اضرب طول بسمك بارتفاع، ايش بعطيك؟ كميه خرسانه، تمام؟ اوكي؟ طيب هسه لو نروح على سيكشن 2.2، سيكشن 2.2 كيف القصه تاعته؟ اكيد مش راح اشرحها، راح احكيها سريع سريع، اوكي؟ بي انتر، تمام؟ 2.2 بروح على 2.2 بشوف 2.2 وين طالع عندي التسوية. إذا ما كانش مبين معك، أوكي، ما كانش مبين معك، إذا الموضوع إحنا كل اللي نشتغل عليه نسلم مشروع للجامعة، أوكي، مشروع أكاديمي، فيعني اعتبره طالع للتسوية، كويس التسوية، أوكي. طب إذا في عندي إشي مهم، إيش هو؟ اللي هو عبارة عن سكشن 3.3، هذا بكل مخططاتنا، سواء مخططي أنا أو أي مخطط على اللابتوب أو مخططاتك، في عندي سكشن لبيت الدرج، أوكي، اللي هو جدران بيت الدرج. تمام، جدران بيت الدرج لوين طالع؟ في داعي اروح اشوف وين طالع؟ اكيد لا، جدران بيت الدرج طالع لحد بيت الدرج، تمام، يعني لوين طالع بيت الدرج؟ يعني لاخر منسوب، تمام، يعني المنسوب الطابق وينه؟ هاي عندي هاد، تمام، طالع معك لحد اخر عقده، تمام، اخر عقده البيت الدرج هذا طالع معك لحد اخر عقده، اوكي. ففيش داعي انك تروح تدور على بيت الدرج لوين طالع، اكيد بيت الدرج راح يضل طالع معك. جدران هاي من حد اساساتها اللي هي اساساتها اللي 3.3، انا عندي اياها 3.3 صح؟ 3.3 لحد اخر منسوب، اوكي؟ ان شاء الله تكون الفيديو قصير، اوكي؟ يعطيكم العافيه، بشوفكم في فيديو الحديد اللي هو كمان 5 دقائق.